بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج المسافة الاجتماعية الذي ينتج ويبث عبر قنواتكم الثلاث، تلفزيون قطر وقنوات الكأس وقنوات الريان وإذاعة قطر. فمرحبا بالجميع، والترحيب موصول بالزميل يوسف سامي مذيع لغة الإشارة، ونرحب أيضا بالدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حامد العام الذي سيكون في حوار، سنكون معه في حوار بعد قليل بإذن الله. نعم يا سالم، أولا كل عام وأنتم بخير مشاهدين الكرام. إذا عدنا بعد إجازة العيد، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات، وعدنا ونحن بالكاد نشعر أن الهواء ما يزال يحمل وباء عالميا لا يمكن الاستهانة به، حتى وإن كنا نعيش فترة تخفيف القيود ونحصي أقل عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19. ونعم هناك حالات متوسطة وأخرى شديدة، فلا تستهينوا يا عبد الرحمن. يجب علينا اتباع جميع التدابير الوقائية لتجنب موجة جديدة من الفيروس وزيادة عدد الحالات المصابة، خاصة مع وجود مؤشرات لحدوث ذلك في العديد من دول العالم. وعلينا الآن أكثر من أي وقت مضى أن نتوخى الحذر ونحرص على حماية الأفراد الأكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا كوفيد-19. نعم، إذن مشاهدين الكرام، نشر موقع كوفيد-19 قطر التابع للمؤسسة القطرية للإعلام البيانات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة الصحة العامة، عن تسجيل 315 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا كوفيد-19 وشفاء 284 حالة من المرض في 24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرضى في دولة قطر إلى 109,993 حالة، بالإضافة إلى تسجيل 4 وفيات جديدة. إنا لله وإنا إليه راجعون. وتبلغ أعمار الحالات الجديدة كالتالي: 2 منهم 60 عاماً، بينما يبلغ الآخرين من العمر 46 و57 عاماً، وجميعهم كانوا قد تلقوا الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم وضع جميع الحالات الجديدة في العزل وهم يتلقون الرعاية الصحية اللازمة وفقاً لوضعهم الصحي. إن لله وإنا إليه راجعون، ونتمنى أيضاً للمرضى بالشفاء العاجل. مشاهدينا الكرام، في التقرير التالي نتابع معاً الوضع الراهن لفيروس كوفيد-19 في دولة قطر وأبرز النصائح والتوجيهات للحد من انتشاره، فلنشاهد. يوما بعد يوم تتضح صورة نجاح جهود دولة قطر في التصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 وتسطيح المنحنى والحد من تفشي الفيروس، لا سيما مع انخفاض عدد الحالات اليومية وتراجع عدد حالات دخول المستشفى بشكل أسبوعي وتجاوز حالات التعافي لأكثر من 100,000 حالة. وبفضل الله تعالى تعد دولة قطر من أقل دول العالم في معدل وفيات فيروس كورونا كوفيد-19، وذلك لعدة أسباب منها: يقدم القطاع الصحي رعاية صحية عالية الجودة للمصابين منذ نهاية فبراير الماضي. تشكل شريحة الشباب النسبة الأكبر من سكان دولة قطر. الفحوصات الاستباقية أدت بشكل فعال لتحديد الحالات المصابة مبكرا. رفع القطاع الصحي في الدولة لطاقة المستشفيات الاستيعابية وتحديدا وحدات العناية المركزة لضمان حصول جميع المرضى من المواطنين والمقيمين على الرعاية اللازمة. العمل على حماية كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة من خطر الإصابة بالفيروس. ولا يخفى عليكم أن تخفيف القيود وانخفاض عدد الحالات اليومية لا يعني بأن جائحة كورونا قد انتهت وتلاشت، حيث يتم يومياً إدخال بعض المرضى إلى المستشفى ممن يعانون من أعراض الفيروس المتوسطة والشديدة. لذلك يجب علينا اتباع جميع التدابير الوقائية لتجنب موجة جديدة من الفيروس وزيادة عدد الحالات المصابة، خاصة مع وجود مؤشرات لحدوث ذلك في العديد من دول العالم. بينما يتم رفع القيود في دولة قطر تدريجياً، من المهم أن نقوم بدورنا كأفراد في السيطرة على الفيروس،
فما الذي يمكننا القيام به؟ تجنب التقارب الجسدي مع الآخرين وتجنب الأماكن المزدحمة، ارتداء الكمامات، غسل اليدين بانتظام، الحرص على استمرار حماية كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. إن التزامنا بما سبق يضمن لنا بإذن الله سرعة زوال الوباء عن بلادنا في أقرب وقت، وهذا واجب كل فرد حريص على سلامته وسلامة الأرض التي يعيش عليها. إذن هذا هو واجب كل فرد من مواطن ومن مقيم على هذه الأرض الطيبة، أن نتشارك وتتضافر الجهود لمواجهة هذا الفيروس، وبإذن الله أننا نجحنا في مواجهة هذا الفيروس من ناحية الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء هذه الجائحة، جائحة كورونا كوفيد 19. وبناء على سياسة السفر والعودة إلى دولة قطر والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق، فقد أعلنت وزارة الصحة العامة عن قائمة الدول منخفضة الخطورة بالإصابة بكوفيد 19، حيث سيخضع القادمين من هذه الدول إلى إجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا فور وصولهم إلى مطار حمد الدولي. للحديث عن هذا، عن هذه الدول والإجراءات المطلوبة عند العودة من السفر وأهمية تطبيق احتراز في هذه المرحلة، يشرفنا نرحب مجددا بالدكتور يوسف المسلماني، المدير الطبي لمستشفى حمد العام. حياك الله يا دكتور، وسعداء بوجودك معنا أيضا في برنامج المسافة الاجتماعية، وكذلك نواصل الشكر على هذه الجهود التي قدمتوها في إطار هذه الأزمة. ونتحدث أيضا عن آلية اختيار الدول من قبل وزارة الصحة الأقل خطورة من الفيروس. شكرا على الاستضافة، وأنا أحييكم أيضا ويسعدني أن أكون معاكم، وتحية خاصة لجمهور المشاهدين. منظمة الصحة العالمية وضعت معايير لقياس مدى انتشار المرض في العالم، ونحن نستخدم هذه المعايير. من بعض المعايير عدد المصابين وكيفية اتجاه المنحنى، فإذا كان المنحنى في انخفاض معناها أن بدأ الوباء يقل انتشاره، فهذه دولة ممكن تكون تصنف أنها من الدول منخفضة الخطورة. من الأشياء الأخرى أيضا هو معدل الانتشار، إذا بدأ ينزل عن واحد معناها أن انتشار المرض بدأ يقل، فهذه دول منخفضة الخطورة. في أشياء أخرى أيضا هي عدد المرضى اللي يدخلوا المستشفيات، عدد المرضى اللي في العناية المركزة، نسبة الوفيات، كل هذه معلومات مهمة نستخدمها إحنا عشان نحدد الدول منخفضة الخطورة من الدول عالية الخطورة. جميل. طيب دكتور يوسف، يعني أول شيء كل عام وأنتم بخير، ونتمنى أن المجتمع قدم العيدية التي تليق بالكادر الطبي، وهي أكبر عيدية أن يلتزم المجتمع بالثقافة التي يعني أوكلت له مؤخرا، لأن خلاص الكادر الطبي خرج من الإطار، علمنا ثقفنا، الآن هو ينتظر نتائج يعني وجني ثمرة هذه التعاليم المستمرة عن طريق الكوادر الطبية ووسائل الإعلام. فأنا بسألك، العيدية كيف كانت عيدية المجتمع القطري من مواطن ومقيم لكم ككادر طبي يراقب منحنى كورونا في قطر؟ نعم، طبعا من أهم الأشياء، دائما الناس تكلمنا عن الأرقام، أقول لهم أنتوا الأرقام مهمة بس الأهم منها اتجاه المنحنى. اليوم شفنا الآن في العرض في الفيديو أن المنحنى مسطح، هذا زين لما احنا كنا نشوف ان الارقام في ازدياد، نقول متى يتسطح المنحنى، متى يتسطح، بعدين يتسطح، بعدها يبدا ينزل، هو نزل لكن نزوله بطيء، والان شفنا ان صار له كم اسبوع، اسبوعين تقريبا المنحنى مسطح ما ينزل اكثر، احنا نتمنى انه ينزل اكثر. انا اعتقد ان الجمهور التزموا كثير جدا، او عدد شريحة كبيرة منهم بالتعليمات، ولذلك بدأ يقل. أيضا المؤسسات والوزارات الحكومية والمحلات التجارية أيضا التزمت بتطبيق الاحترازات، لذلك الرقم صار ما يزيد، لأنه متوقع أن مع تقليل القيود أنه شوي يرتفع الرقم، وطبعا في خطوات وهذا طبيعي. نعم هذا طبيعي أنه يرتفع شوي، بس إحنا ما نبغي معدل الانتشار يوصل إلى الواحد، نبغي تحت الواحد. لذلك الدولة ممكن تتخذ إجراءات إذا
بدا معدل الانتشار يقترب من الواحد. نعم دكتور، خلينا نرجع لموضوع السفر حاليا. خلينا نتكلم عن أهمية احتراز للعائدين من السفر، وما هو اللون الذي سيوضع للعائد من السفر في برنامج احتراز، وهل الدول معينة يكون لها لون معين أم أن كلهم لهم نفس الإجراءات ونفس التغييرات بالنسبة لاحتراز؟ نعم، برنامج احتراز برنامج محلي عمل بالتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، وصار لنا كم شهر الآن نشتغل عليه. الهدف منه إعطاء الأشخاص في قطر معلومات عن حالته الصحية وربما حالة الناس اللي حواليه حتى يتخذ الإجراء المناسب إذا شاف أنه فيه خطر عليه. وأيضا استخدامه عند دخول الناس إلى المجمعات أو أماكن العمل أو المستشفيات، بحيث أن عند الباب الناس يتأكدون أن هذا الشخص غير مصاب وأنه ممكن يدخل بدون ما ينشر المرض. نعم. فهذا فائدته. نعم. الآن فيه هو 4 ألوان، وكل لون يدل على شيء محدد، ما له علاقة بالدول ولا له علاقة بالدول منخفضة الخطورة وعالية الخطورة، هي تعبر عن الإنسان حامل الجوال. جميل. فإذا كان أخضر معناها أنه ما عنده فحص يبين أنه هو إيجابي أو سلبي، فإحنا ما ندري. صح. لأن ما ندري فهو أخضر. حلو. إذا سوى فحص وطلع عنده الفيروس يصير أحمر. فالآن الناس الآخرين اللي عندهم احتراز إذا اقتربوا من هذا الشخص اللي أحمر ينبههم الجهاز. نعم. التطبيق يقول لهم أنت قريب من شخص مصاب، فأنت عليك تقوم باللازم، اللازم أنك تبتعد عن المرض. يعني إذا أنا عندي أخضر وسافرت أرجع بعد من السفر بيتم أخضر، أو ممكن يأخذ من اللون الأصفر اللي هو مشتبه فيه مثلا؟ بالضبط، يعني لما ترجع من السفر إحنا ما ندري أنت خالط من هناك. حلو. فلذلك نأخذ العينة، وخلال اليوم اللي فيه العينة يتحول إلى رمادي، ولما تطلع النتيجة يعتمد على النتيجة. إذا طلع فيها فيروس فيطلع أحمر، فإذا طلع أحمر هذا الشخص مصاب يحتاج يروح لمنطقة عزل. إذا طلع الفيروس سالب ما في فيروس يصير أصفر، معناه أن هذا شخص مخالط في الخارج ويحتاج عزل لمدة 1 أسبوع إذا دول منخفضة الخطورة، و2 أسبوع إذا دول عالية الخطورة، فيبقى أصفر إلى أن تنتهي الفترة. فإذا كان منخفضة الخطورة يكون أما عنده تحليل أو يسوي تحليل في المطار، بعد 6 أيام يعيد التحليل مرة ثانية. فإذا طلع التحليل ما في شيء بعد يوم بيتغير إلى الأخضر ويصير يقدر يطلع ويختلط بالناس. إذا طلع أن فيه الفيروس على اليوم السادس يتحول إلى أحمر، فيحتاج ينتقل إلى مرحلة العزل. نعم دكتور، يعني بناء على منظمة الصحة العالمية 11 يوم عشان يكون الفيروس أقل خطورة ولا ينتقل من شخص إلى شخص. نعم. لكن أيضا من خلال ما قرأنا وما سمعنا أن هذا الفيروس يعني تظهر أعراضه خلال 14 يوم. نعم. فهل مدة 1 أسبوع كافية للتأكد من سلامة الشخص؟ سؤال ممتاز. معظم الناس حوالي 90% منهم تطلع أعراض عليهم خلال 7 أيام. الآن بما أن وصحيح هو 100% منهم تطلع بعد 14 يوم، بما أن هذول الناس جايين من دول منخفضة الخطورة فأصل انتشار الفيروس عندهم قليل، انتشار الفيروس عندنا قليل، لذلك إذا قلنا 7 أيام ف90% من الناس بيكون إذا كان عندهم بيكون صدناهم. يبقى 10% من الناس، لو خلينا هذه 10% ينتشرون في المجتمع خطرهم قليل جدا، ما يأثر على الجمهور كله، خاصة نحن وصلنا إلى مرحلة أن في كثير من الناس أصابهم وفي شيء من المناعة موجودة في المجتمع، لذلك الخطورة موجودة بس قليلة جدا. نعم ممتاز. جميل. طيب دكتور يوسف، نحن في بداية شهر 8، هناك يعني أسابيع تفصلنا على المرحلة الأخيرة، ولكن هناك سؤال يتبادر إلى ذهن جميع من يريد أن يعني يقدم إلى قطر في هذه الفترة، خصوصا أن هناك تم تصنيف دول منخفضة الخطورة ودول عالية الخطورة. ما هي الإجراءات يعني الآن المتبعة لمن يريد أن يدخل إلى البلد حسب ما توصلتم إليه من آخر يعني الاجتماعات يعني المهمة فيما يتعلق بهذا القرار؟ القطريين يعني حسب تعليمات وزارة الداخلية، القطريين ومواطني دول مجلس التعاون يقدرون يدخلون ما عندهم مشكلة. لما يدخل فيه خطوات نتكلم عنها الآن. نعم،
المقيمين يقدر يقدم طلب للعودة، وهذا بعدين يمر خلال عدة وزارات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة العمل، إلى أن تطلع الموافقة، بعدين يسمح له بالقدوم. إذا وصل المطار أول شيء يقابلونه فريق احتراز، يتأكدون أن عنده احتراز، أن يدخل احتراز أو ينزل التطبيق في الجوال. بعدها ينتقل إلى موضوع الفحص، إذا كان جاي من دولة في مختبرات معتمدة لنا ممكن نقبل بالفحص ماله إذا كان سواه خلال 48 ساعة. يعني بس عفوا دكتور يوسف، هل هناك اتفاقية مع هذه الدول؟ مثلا أنت قلت دول الخليج مرحب في قدومه في أي وقت. نعم. نعم. مثلا هل هناك اتفاقية توقع مع دول الخليج؟ مثلا من أراد أن يسافر إلى عمان أو الكويت مثال، هل يستطيع القطري أن يسافر إلى عمان والكويت بالمثل مثل ما كان هناك إجراءات بين قطر وتركيا، أم أن هذا له اعتماد آخر يتعلق بدول الخليج؟ صراحة ما أعرف إيش يصير في الدول الثانية، لذلك ما أقدر أعلق على هذا، بس أقدر أعلق على الناس اللي تدخل إلى الدول. جميل. اللي يدخلون قطر هذا هو النظام، أما أن يجيب شهادة معتمدة من مختبر معتمد من دولة قطر، أو أن يسوي الفحص في المطار. نعم. دكتور، في موضوع أثار السوشيال ميديا من قطريين كانوا في تركيا وعادوا إلى الدوحة في موضوع الفحص مع بعض المراكز الطبية وعدم ذكر الأسماء، فلما يرجع الدوحة يشوفون الفحص بأنه مش معتمد، يعني يقول لك بس أنا فحصت لكن في خطأ مثلا من عيادة معينة، فنبي نصايح منك للمسافر لدول منخفضة الخطورة أو عالية الخطورة عندما يذهب لإجراء فحص في الدولة نفسها والعودة في الدوحة لإثبات بأنه هو تم فحصه في هذه الدولة. هو الأربع مراكز اللي في تركيا نشرت موجودة على موقع الاتصال الحكومي. نعم. موقع وزارة الصحة، موقع مؤسسة حمد، فموجود في كل مكان، والأربع عيادات معروفة، اسمها معروف، عناوينها معروفة، وأرقام تلفوناتها معروفة. نعم. فلازم الإنسان يلتزم بهذا، لأن احنا ما نعرف العيادات الأخرى كيف معاييرها، هل هي معاييرها ممتازة، إيش الفحص اللي يستخدمونه ما ندري، بس هذيل اللي احنا اتفقنا معاهم نعرف بالضبط إيش الجهاز اللي يستخدمونه وإيش الفحص اللي يستخدمونه ودقة هذا الجهاز، لذلك احنا نقبل بشهاداتهم. أما نجيب ورقة من شخص من مستشفى أو عيادة ما نعرفها. نعم. فما نقدر نثق بهذا الفحص. ويقول المركز قال أنه هو من ضمن المراكز ولكن ما ذكر اسمه. عندنا الأربعة موجودين، الأربعة مراكز في تركيا موجودة مسجلة، وإذا قامت الحكومة بالاتفاق مع مجمعات أخرى أيضا بينشرونها وبتكون الأسماء موجودة، فالرجاء التأكد أن هذه المؤسسة الصحية معترف بها من قبل الحكومة. هو الشخص نفسه لازم يتأكد من إجراءاته أيضا. صحيح. من الأسماء، من أسماء المستشفيات، وكل شيء أيضا متوفر. يعني مشاهد الكرام، يعني في ختام هذا اللقاء مع الدكتور يوسف المسلماني، الدكتور يوجه لكم نصيحة بأن تتابع الأخبار. يعني مؤسسات الدولة مشكورة، قامت بجهد كل مؤسسة فيها في موقعها، وكل إنسان يحمل الآن جوال أو يستطيع أن يدخل إلى الإنترنت ويقرأ، فيعني لا تعرض نفسك مثل ما ذكر زميلنا عبد الله إلى موقف محرج، تفحص في عيادة أصلا غير معترف فيها وتأتي. صحيح. وتدخل في إجراءات طويلة. دكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام، شكرا جزيلا لك على هذا الكلام، ونتمنى لكم يعني مزيد من التقدم، وإن شاء الله يعني المجتمع مواطن ومقيم يكون عند حسن الظن في المراحل والأسابيع المقبلة. نتمنى ذلك إن شاء الله. إذن مشاهدين الكرام، فاصل ونستكمل ما تبقى من برنامج المسافة الاجتماعية. يعطيك العافية دكتور. يعطيك العافية دكتور. شكرا دكتور، بيض الله وجهك. أهلا بكم من جديد. نظمت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة بالاشتراك مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ندوة إلكترونية لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها المحاكم حول العالم لمواصلة عملها في ظل انتشار جائحة كورونا كوفيد-19. وقامت الجمعية الأمريكية للقانون الدولي برعاية الفعالية التي استقطبت مشاركين من جميع أنحاء العالم. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا استضافة الدكتورة سوزان كارمينيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة. أهلا بك معنا دكتورة. بداية خلينا نتحدث عن هذه الفعالية وأهم المحاور النقاشية التي تم التطرق لها.
هذه فرصة في الواقع لجامعة حمد بن خليفة وكلية القانون فيها بأن نعمل مع محكمة قطر الدولية في مسألة وكذلك مركز تسوية النزاعات في قطر وكذلك برعاية الجمعية الأمريكية الدولية للقانون، ونحن نعمل ونتعاون في هذا المجال في مجال وتحت ضغط من الوباء هذا كما تعرفون. ولذلك فإننا نشكر الرئيس المحكمة في قطر وفي سعيه إلى تحقيق هذه العدالة، وكذلك مع أمين الجمعية السيد كريستوفر، ولكي نتعرف ونعمل ضمن هذا العالم الافتراضي. وكذلك كان لدينا قاضي فيدرالي من الولايات المتحدة، هي كانت في تكساس القاضية، وهي ترأست أول محاكمة جنائية بعد كوفيد 19 وكانت فيها لجنة محلفين، ولكن كان ذلك شخصيا وحضوريا وليس من خلال الانترنت، لذلك كان هناك بعض القيود لدينا الآن، وكان هناك مشكلة أن تحضر الشهود ويسمع الشهود وهكذا. لذلك هي فرصة في الواقع لنا أن نتعلم منهم وأن يكون هناك خبرات أيضا لدى المحاكم تشاركها مع كثير من دول العالم، بحيث يكون هناك جمهور لنا من الولايات المتحدة وفي أوروبا والشرق الأوسط وفي كل آسيا أيضا. نعم، ما هي أدوار القضاء أو هذه اللجنة المتميزة؟ ما هي أدوارهم ومن هم الأعضاء في ظل هذه الجائحة؟ محكمة قطر الدولية لديها قضاة طبعا، وكذلك لديها جلسات استماع ومناقشة، وكانوا قادرين على إجراء مثل هذه من خلال العالم الافتراضي، وهذا شيء لم يحدث بين عشية وضحاها. فمحكمة قطر الدولية كما تعرفون لديها كثير من التكنولوجيا المتقدمة، وبحيث أن يكون لديها أيضا أشياء كثيرة نتعلم وتعلمنا منها من خلال سنوات، وتمكنت هذه المحكمة من أن تبحث وتزيد من محتوى الإنترنت وهكذا. لذلك بالنسبة لنا هي عبارة عن فرصة جمعنا فيها أعضاء المحكمة مع بعضهم البعض، وكذلك من الولايات المتحدة ومن قطر، وكان هناك جمهور يستمع من كل العالم، وهناك الجمعية الأمريكية للقانون والجمعيات المحامين الدولية وغير ذلك، كل هذه تعمل مع المحاكم مثل محكمة العمل الدولية في لاهاي، وكذلك فيها ممارسات بحيث يكون هناك لجنات استماع وجلسات استماع من خلال الانترنت، لذلك هي مسألة تتعلق بالمحادثة. جميل دكتورة سوزان، يعني الآن الجميع استفاد من التواصل عن بعد في جائحة كورونا، ماذا استفدتم أيضا من التواصل كما ذكرتي مع أكثر عدد ممكن من الناس لتفادي مثل جائحة كورونا أو تخفيف وطأتها على المجتمع؟ جزء من مهمتنا في الواقع هي في جامعة حمد بن خليفة هي أن نقدم الخدمة ونكون منبرا للآخرين، وأن نأخذ المعرفة التي لدينا وننشرها إلى العالم. هذا النشاط وهذه الفعالية، هذه الحالة، هذه المبادرة في الواقع هي من جامعة حمد بن خليفة ومن كلية القانون فيها. نحن تمكننا مع الجمهور بما في ذلك الطلبة أيضا الذين شاركوا، تمكننا من مناقشة أشياء هي عبارة عن أشياء متطورة جدا من التكنولوجيا بما يخص الجمهور، بما يخص المستمعين، وكذلك هناك جهات كانت تراقب المحكمة أيضا. ومثلا أود أن ألتقي بأمين المحكمة أو رئيس المحكمة وهكذا. يجب على المحكمة أن تتكيف وتتأقلم مع هذه الأشياء الجديدة. وإلى متى الآن نحن نستطيع أن نقبل هذه البيئة الجديدة في المحاكمات والمحاكم؟ المحاكم تعمل بشكل افتراضي في 80% من أعمالها في الواقع، وعندما يكون لديك أطراف تأتي إلى المحاكم لأجل الجلسة، هناك مسائل قانونية. نعم، ماذا علي، لماذا علي أن أطير وأذهب إلى الدوحة من أوروبا ومن أمريكا مثلا؟ هذا سيكلفني مالا، لذلك الوضع الحالي سيفيد ويكون أكثر فعالية وأيضا أسرع في الواقع. لذلك بالنسبة لي هذه مسألة متطورة جدا. التحدي طبعا سيكون في المحكمة هنا كما تعرفون، هو أن هناك مسألة
قاضي أن يريد أن ينظر إلى الشاهد، هل هو متردد، هل هو خائف، وهذا النظر والتواصل الجسدي أو الشخصي والعين بالعين هو المهم، وهو يعتبر تحدي سواء كان ذلك قاضيا أو لجنة المحلفين. نعم. دكتورة، هل نجحت التكنولوجيا في التخفيف من أثار جائحة كورونا، وهل كان لها جوانب إيجابية نوعا ما بالنسبة لكم؟ إذا فهمت السؤال، فهل هذا سيؤثر وينقص من ويخفف من آثار سلبية لكوفيد؟ نعم، التحدي سيكون للمحاكم، لأن المحاكم تتعامل مع كثير من العاملين فيها والمحامين والأشخاص الآخرين، فإذا أردنا أن يكون هناك تباعد اجتماعي، إذا كيف سندير ذلك في المحكمة؟ هناك مشكلة المساحة طبعا، لذلك القاضي في الولايات المتحدة ربما يكون معه 12 عضوا في لجنة المحلفين، ليس سهلا أن تجلسهم بجانب بعضهم إلا وأنت تراعي التباعد الاجتماعي، هذا الشيء هو الذي يجب أن نتعامل معه، وهذه المحاكمات لنقل على شكل افتراضي هي المهمة، ولا تنسى أنك تقوم بالمحاكمة بشكل حي ومباشر، وأنا أيضا أتخيل بأن القضاة سوف يريدون قدر الإمكان من أن قيام بما يشبه التجربة قبل البث الحقيقي على الهواء مباشرة، ويكون معهم وقت مناسب. نعم، يعني أنت سبقتيني على لغة الجسد والإجابة على لغة الجسد، هي مهمة دائما في المحاكم وبالأخص في السلك القضائي، هناك أحيانا يكون التردد علامة على المتهم في المحكمة، هذه التجربة تعتبر جديدة على المحاكم، ونحن نعلم أن المحاكم هي ميزان العدل، فهل هذه التجربة من وجهة نظرك دكتورة هل هي سوف تكون ناجحة بناء على تقييمك على التجربة الأولى، وهل هناك تقبل سواء كان من المحامين أو أيضا من القضاة لمثل هذه التجارب؟ هذا سؤال مهم جدا، وفي الواقع أعتقد أن السؤال الأهم هو عندما يكون لجنة المحلفين أو القاضي يريد أن يقيم الأشياء، في العادة يريد ويحب أن يرى الأشخاص، وأيضا كان هناك حالات في السابق وكانت تتطلب أن يكون الشاهد أو الأشخاص موجودين حاليا، ولكن القضاء الآن بدأوا تدريجيا وبسرعة في الواقع بالتقبل والانخراط بهذه المحاكمات الافتراضية، أحيانا هناك ساعتان من جلسة الاستماعات، ومن خلال برنامج سكايبي أو من خلال برنامج زوم وغير ذلك. أعتقد بالنسبة للمحاكم في العالم هذه لحظة يمكن القول فيها أنهم لابد من التقدم، نحن نقضي وقتا طويلا في المحاكم، وإذا كان هذه هي المسألة أو القضية، لذلك نحن نحتاج تباعدا اجتماعيا في هذه الجائحة أو تحت هذا الوباء. أود أن أزيد بعض الأشياء بأن هذا يؤثر أيضا على، هناك دراسات تقول ذلك، ونحن في جامعة حمد بن خليفة في كلية القانون نحن لدينا كثير من هذه الأشياء التي تتم عبر الإنترنت أو أونلاين، ونتصل بالعالم كله، ولم نعد نسافر لأنه لا يوجد طيران كما تعرفون، ولذلك يمكن أن نشارك من خلال هذه البيئة الافتراضية ويستفيد المجتمع، لذلك سيكون هناك ما يشبه شكلا آخر يتعلق كما قال ويليام بلير مثلا الذي يرأس الجهة التنظيمية للاستئناف في المحكمة الدولية، لابد من وجود قضايا أساسية للتعامل مع كوفيد-19 خاصة في سياق العقود، وبالتالي يمكن أن يأتوا بمتحدثين، مجموعة من المتحدثين وجمهور كبير. الآن نركز على ما يجري في قطر هنا، لأن هناك أشياء حدثت كما تعرفون بسبب هذا الفيروس وكذا والعقود. جميل. دكتورة سوزان، كيف استفاد طلاب كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة من هذه الجائحة؟ هل مثلا كتبت أبحاث، دراسات، مشاريع تخرج؟ كيف استطعتم الاستفادة من مثل هذا الظرف الاستثنائي العالمي؟
في الواقع يصعب أن نتحدث عن كوفيد 19 أو هذا الوباء لوحده من دون وجود أشياء جديدة. عندما يستعد الطلبة وعندما بدأ الفيروس وعندما كان بعضهم يذهب إلى منافسات في النمسا مثلا، هذا كله قد تم إلغاؤه، ولكن الطلبة الآن تمكنوا من المناظرات والنقاش عبر الإنترنت، وفعلوا ذلك أيضا في منافسات في البحرين مثلا، والآن لا يستطيعون الذهاب إلى هناك، ولكن بالعالم الافتراضي تتخيل نفسك كأنك هناك وتقوم بالمنافسة. أنا ربما أرى هذا الشيء، وهناك تركيز أكثر على المستقبل، المحاكمات في المستقبل، وآمل بأن الطلبة يستفيدون ويواكبون هذه التطورات. وبالنهاية هناك خصوصية لكل حالة وكل منطقة، كيف نوازن بين الحقوق مع هذه الحالات الطارئة؟ لابد من وجود مجال مشترك. نعم، أنا برجع للسؤال زميلي سالم، فعلا نوه على فكرة جدا مهمة. أنا أتكلم عن القضاء والمحامين، وأيضا أتكلم عن الطرف الثاني عن المتهمين. في فرق لما أنا أواجه المحامي أو القاضي والشهود، عبد الله أيضا والشهود. نعم والشهود، إن في رهبة ممكن أن تكون أنت كنت في الواقع، ولكن ما خلف الشاشة أو عن بعد قد يعطيني أريحية. فهنا نريد التوازن، هل هنالك تقييم للشخص المعني في المحاكمة؟ نعم هذا صحيح جدا بما يخص هذه المسألة. في الولايات المتحدة في الواقع هناك كثير من الجلسات الاستماع على مدار السنوات من خلال الانترنت، لأنها ستكلف كثيرا إذا انتقلت من ولاية إلى ولاية أو من السجن إلى المحكمة وهكذا. ولكن بالنسبة للمحاكمات هذه يجب أن يكون القاضي موجودا في المحكمة وينظر في العين شخصيا ومباشرة إلى الشاهد أو إلى المتهم، لأنه أحيانا تحكم على حركاته، على نظراته، على هل هو عابس في الكلام، هل هو غير مكترث وهكذا. والمحامون أيضا يقومون بهذه الأشياء، ولذلك يجب أن نكون هناك ما يشبه الجزء أو الجزئية التي تكون شخصية إضافة إلى العالم الافتراضي. وطريقة تصرف الأشخاص طريقة مهمة جدا للحكم عليهم وتقييمهم أيضا. نعم دكتورة، يعني نحن شاهدنا مع هذه الجائحة تغير في الأنظمة والقواعد في كثير من الجهات، سواء كانت الخاصة منها أو العامة. هل ممكن أن نرى أيضا تغير في القوانين الوضعية في ظل ما يعني ما مرينا عليه مع هذه الجائحة، سواء كان على مستوى القانون التجاري أو على مستوى القانون الدولي والعلاقات مع الدول على العقود المتبادلة بين الأطراف؟ نعم في الواقع هذا حدث وفعلا ونحن رأيناه، وهناك كثير من مثلا أن تلتزم وترتدي القناع، هذا مهم جدا، هذا شيء صار قانونيا. هناك كثير في الولايات المتحدة حديث عن هذا، بعضهم يقول أنا مستقل ورأيي الشخصي لا أريد مثلا، لكن هناك قانون، فالقانون استفاد، وخاصة العقود ما نقوم به في الحالات الطارئة يختلف. هناك كثير من القوانين التي لا بد من تفعيل أشياء جديدة فيها لكي تتوائم مع الحالات الطارئة، بعضهم كانت بعض العقود قد جمدت. نعم، إذن شكرا للدكتورة سوزان كارمينيان عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة على هذه الإيضاحات والمعلومات حول آخر المسجدات التي طرأت على المحاكم والقضاء وأبرز النقاط التي طرحت في هذا الموضوع. شكرا لك. Thank you very much. Welcome. إذا مشاهدين الكرام ننتقل إلى هذا الفاصل، ومن ثم نستكمل ما تبقى معنا من فقرات في برنامج المسافة الاجتماعية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. ها قد تجاوزنا إلى حد بعيد صدمة كورونا وتبعاتها على جميع الصعود، ولكن حتما يبقى الجانب النفسي صعبا إلى حد ما استيعاب كثير
من هذه الصدمات في هذا الوباء الذي حبس أنفاس العالم لما يقارب نصف العام. الحديث عن هذه التفاصيل النفسية التي تهم جميع المشاهدين والمستمعين، يسعدنا استضافة الدكتورة سهيلة غلوم، استشاري أول للطب النفسي في مؤسسة حمد الطبية. دكتورة سهيلة، بداية أهلا وسهلا بك معنا وكل عام وأنت بخير. ماذا تحسن نفسيا للناس بعد مرور أشهر من الصدام المباشر مع هذا المرض؟ أعتقد أن أشياء كثيرة تحسنت نفسيا، أهمها أن الناس تأقلمت مع الوضع، يعني المراحل اللي الشعب مر في سابقا بداية الجائحة وخلال الفترات الأولى من الجائحة، الشهور الأولى منها عديناها الحمد لله. الناس اطمأنت أكثر نفسيا، ارتاحت أكثر وبدت تتأقلم، لأن الحياة بدت ترجع طبيعية شوي شوي مرة ثانية. فكل هذه تشجع الناس، يعني بالمراحل اللي مرينا فيها، مراحل عودة الحياة مرة ثانية، هذه كلها تشجع الناس، تعطيهم حافز أن خلاص الأمور راح ترجع طبيعية بإذن الله، كلها عوامل محفزة إن شاء الله. نعم دكتورة، هل هذا التأقلم يعني يعتبر أمر طبيعي ولا تعتبر حالة نفسية في علم النفس؟ يعني إحنا مع مرور هذه الجائحة الكثير مر في حالات نفسية، ولكن الآن بدأنا نتأقلم، هل هذا يعتبر طبيعي أو يعتبر حالة لها مسمى أيضا في علم النفس؟ لا، هو التأقلم طبيعي، يعني سواء يسمى تعايش أو تأقلم طبيعي، هي مرحلة طبيعية. يعني بعد أي جائحة كانت عادة على مستوى المجتمع بصفة عامة، ما أتكلم على مستوى أفراد، المجتمع بصفة عامة يمر بمراحل. المرحلة الأولى تكون عدم التصديق أو الخوف المبالغ فيه، وهي شفنا الناس يا كانوا مو مصدقين أن في شيء اسمه كورونا وفي شيء اسمه كوفيد أصلاً، وتطلع نظريات وغيرها، أو أن خايفين بزيادة. هم للحين دكتورة، للحين في ناس هم للحين يقول لك يعني مو بطبيعي، الكلام هذا مش صحيح. صح، بيخلص بيخلص الأزمة وهم يعني للحين يقولون أن هالكلام صحيح. فعلاً فعلاً، بس الأغلبية لا، خلاص بدوا يتأقلمون. بعدها عادة ثاني مرحلة تصير اللي هي الاستعدادات اللي الناس يأخذونها عشان يعني يأمنون نفسهم، مثل ما شفنا الفترة اللي في البداية الكل قام يروح يخزن من الجمعيات أو يخزن ماسكات وغيرها. بعدها يمرون بمرحلة تشويش تصير لما كنا نشوف الناس قاعد يسمعون من مصادر مختلفة بالسوشيال ميديا بوسائل التواصل الاجتماعي ويصدقون أشياء مختلفة ومعلومات متضاربة تخليهم أهم يتشوشون وما عارفين شي يصدقون. صح. يمرون بعدها بمرحلة غضب، معصبين على كل شيء، معصبين على اللي حوالينهم، معصبين على اللي يعتقدون أنه نقل لهم المرض بالنسبة للمصابين بالفيروس، يعصبون على صناع القرار، على منظمة الصحة العالمية وغيره وغيره. صح. في بعدها مجموعة كبيرة اللي تمر بقلق أو اكتئاب، لأن خلاص يكون الموضوع مثل ما شفنا الحين الموضوع طول شهور، فالناس بدت تحس باكتئاب بضيق. وآخر مرحلة عادة تصير هي مرحلة التأقلم، فهذا شيء طبيعي جدا وشيء إيجابي أنه خلاص الحياة تبتدي ترجع بالتدريج يعني طبيعية إن شاء الله. دكتور، يعني ما تشوفين على كلامك بأن في تناقضات نفسية للبشر؟ بداية الجائحة الكل خائف، تعقيم مبالغ فيه، الكل خايف يطلع، يخاف يصافح. العالم بدأ يتأقلم على كلامك، وصرنا الآن نذهب للمراحل الأربعة. المراحل الأربعة نفسيا خلت البني آدم يقول ها كنا ما في كورونا الحين، يعني بدأ يتعايش بأنه ما في مرض، وفي حقيقة الأمر هنالك فيروس كورونا نحال حال بداية الانتشار، وقد يتسبب هذا الوضع بموجة ثانية لا سمح الله. فهنا البني آدم تحسين في تناقض نفسي، أخاف أأمن ولا أتعايش؟ صح. هو فعلا في تناقض نفسي، بس معظم التناقض النفسي هذا يتأثر بالأشياء اللي حوالينا، يعني للأسف هو مفهوم الناس مو بس بقطر، أغلب الناس معظم العالم يمكن، أن طالما الـ يعني يخلطون بين كون الدول قاعد تنفتح مرة ثانية وبين أن هل الخطر لازال موجود أو لا.
فبالنسبة لهم إذا إحنا الحين وصلنا للمرحلة الثالثة أو الرابعة، إذا خلص أمان، ما في داعي للماسك، ما في داعي للتباعد الاجتماعي، وممكن نرجع نختلط مرة ثانية، فيشوشون الأمور. فيعني الوعي دائما يكون إن لا، أوكي الدول لازم تنفتح لأن الحياة لازم تستمر، ما نقدر نظل مغلقين وما في شغل وما في والحياة كلها واقفة، بس بنفس الوقت لازم نلتزم بالإجراءات الاحترازية الصحية اللي تحمينا وتحمي اللي حوالينا. فهذا التشويش اللي يصير فعلا مثل ما تفضلت، عدد كبير من الناس عندهم هالتناقضات هذه، بس هو جزء كبير من التناقض يكون بسبب نقص الوعي. يعني معظم الناس الحملات التوعوية أثرت فيهم وساعدتهم، اللي لا زال عندهم هالتناقضات هذيلا بيكونون قلة يعني، بس للأسف أحيانا القلة هذه إيه اللي تجذب الانتباه أكثر من الأغلبية. صحيح. اللي لا زالت إيه. طيب دكتورة سهيلة، نتكلم حين عن تناقضات، نتكلم عن تعايش، نتكلم عن ضغط نفسي. للأسف يعني أنا كنت أجلس الفترة اللي طافت مع بعض الزملاء دكاترة عندهم عيادات نفسية الأخيرة، قال عبد الرحمن الجميع يجي يشتكي يقول أنا أحس بضغط نفسي، أنا أحس بضيق، أنا أحس. طيب هذا التراكم لأشهر دكتورة سهيلة، ما هو الحل المناسب لكل من يستمع ويشاهد هذا البرنامج؟ يعني لابد من خطوات يمشي عليها مثلا رب الأسرة، يمشي عليها الشخص المصاب، يمشي عليها الشخص المعاين لشخص مصاب. نعم. الضيق واللي الناس يوصفونه فعلا، او اللي يعني الدكاتره يوصفوا لك اياه فعلا، بعدد كبير، ما راح اقول الكل ولكن الاغلبيه او جزء نسبه كبيره من الناس تمر بالضيق. بس لازم نميز بين الضيق اللي اعتبره مرض نفسي محتاج تدخل نفسي، او الضيق العادي اللي اي انسان ممكن يمر فيه بالحياه العاديه بغض النظر عن وجود جائحه او غيرها. طبعا الحين مع وجود الجائحة ومع القيود اللي كانت موجودة والقعدة في البيت وقلة فرص التواصل مع الآخرين، هذا راح يزيد الضيق. بس أرجع أقول مش معناها أن كل واحد عنده ضيق إذن هو لازم يلجأ لمختصين نفسيين. الأغلبية يقدرون يساعدون نفسهم. شلون أساعد نفسي؟ ان اوكي احنا نقول تباعد اجتماعي، بس مو معناها ان ما نتواصل، فنتواصل مع الاخرين، مو انقطاع اجتماعي بالضبط. ان في اشياء النصايح اللي كنا نقولها في البدايات، وهي يعني اعتقد من ملاحظاتي انا والحالات اللي نشوفها انها خفت، اللي هي تقليل الوقت اللي الناس تقضيه على ان تلحق الاخبار وتشوف الاخبار اللي معظمها على وسائل التواصل تكون اخبار خطا للاسف، مبالغات ومغالطات. لو تجيب الضيقة أكثر بعد ما تجيب الضيقة أكثر. بالضبط بالضبط. فيعني إحنا أرجع أقول إن حتى الحين حتى بالمرحلة هذه لا نرجع إن نسمع كل شيء يلينا على وسائل التواصل، خلنا نركز على المصادر الموثوقة للأخبار، وزارة الصحة، CDC، الأماكن الموثوقة هذه، الرعاية الأولية، مستشفى مؤسسة حمد وغيرها. الشغلة الثانية إن نرجع يعني خلنا نركز على شلون حياتنا ترجع مرة ثانية لطبيعتها. لا نركز بالذات بالنسبة للناس اللي أصيبوا بالفيروس، إن استرجاع التجربة اللي مروا فيها، استرجاع فترة الحظر، فترة العلاج بالمستشفى، هالتجربة هذه كلها اللي مروا فيها بالذات إذا كانت صعبة بالنسبة لهم، الناس اللي احتاجوا عناية مركزة غيرها سواء هم أو أهلهم. فيعني خلنا بقدر الإمكان نفكر باكر، نظرة مستقبلية. صح. فشلون أرجع لحياتي الطبيعية بقدر الإمكان مع وجود الماسك، مع وجود التباعد الاجتماعي، بس أرجع حياتي ترجع شوي شوي طبيعية. الرياضة وايد تساعد، وفعلا يعني أنا دائما أركز على الرياضة لأن بدون مبالغة الرياضة بحد ذاتها دواء نفسي. صحيح. تحسن المزاج، تحسن النوم، تحسن كل الاضطرابات اللي قاعد نشوفها زادت مع الكوفيد 19. يعني الحالات البسيطة يمكن وراح تكون أقلية جدا اللي محتاجين تدخل نفسي، في الخط الساخن أشجع الناس يتواصلون مع الخط الساخن، أقلها بيعطيهم المختص اللي بيرد عليهم بيعطيهم إرشادات شلون يخففون من حدة التوتر اللي عندهم، وهذا بحد ذاتها قد تكفي. إنه يتكلم مع أحد سواء مختص على الخط الساخن أو حتى مع أحد من الأهل يثق فيه. صحيح. يتكلم بيستحق. مع الآخرين، هذا بحد ذاتها مجرد إنه الواحد يطلع اللي بقلبه، يعبر عن اللي بداخله، هذا يريحه.
حتى لو ما حصل حلول الكلام بحد ذاته يريح، فها اللي أشجع عليه. كلامك أيضا يريحنا ويريح المشاهدين أمانة، مطمنا نفسيا على هذه النصائح الجميلة. الدكتورة سهيلة غلوم، استشاري أول في الطب النفسي مؤسسة حمد الطبية، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والنصائح النفسية للمشاهدين. شكرا دكتور. إذن مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى موضوع آخر، حيث قدم سدرة للطب العديد من المبادرات والجهود خلال جائحة كوفيد 19، ومن بين هذه الجهود استضافة سدرة للطب مؤخرا أولى حلقاته الدراسية عبر الأنترنت لأولياء الأمور الذين لديهم أطفال يعانون من السكري من النوع الأول، وذلك لتقديم المشورة بشأن الرعاية خلال جائحة كوفيد. فللحديث عن هذا الموضوع يشرفنا التواصل عبر سكايب مع البروفيسور جوران بيتروفسكي، طبيب معالج مختص بالغدد الصماء للأطفال سدرة للطب. حياك الله يا دكتور، وسعداء بتواجدك معنا في برنامج المسافة الاجتماعية لنتكلم عن أهداف هذه المبادرة، وأهم أيضا المحاور التي تمت مناقشتها في أول هذه الحلقات الدراسية. شكرا جزيلا، وأشكركم على تواصلي معكم واستضافتي وللحديث عن آخر ما قمنا به في هذا المجال في الحديث عن كوفيد 19. في الواقع نحن حاولنا أن نكون قريبا جدا من المرضى وكذلك من أهل المرضى، وأن يكون هناك تعليمات، وأن يكون هناك أيضا أشياء مهمة تتعامل مع السكري، وكل هذا قمنا بها في الجلسة التي أجرينا. كيف لهؤلاء أن يديروا الأمور في الأوقات الصعبة، وكيف أن يعتنوا بأطفالهم الذين لديهم السكري من النمط الأول تايب 1، وكيف يعالجوا ويتابعون علاجاتهم. واحد من الموضوعات المهمة التي ناقشناها هو المواكبة لهذه الأمراض، وخاصة السكري من النمط الأول خلال هذا الوباء. ولم يكن هناك مدارس كما تعرفون، ولم يكن هناك أنشطة، ولم يذهب الطلبة إلى اللعب في الخارج. أيضا دائما كانوا الأطفال في البيت، هذا كان له أثر سلبي طبعا في الجائحة، خاصة على ما يخص الدم وتركز الدم والنشاطات التي تؤثر على مستوى الدم. على الجانب الآخر كان هناك كثير من الأسئلة المهمة التي جرت، مثلا هل ابني سوف يصاب بالكورونا لأنه مصاب بالسكري تايب 1 أو النمط الأول وهكذا. ولذلك أنا أؤكد لكم هنا بأن الطفل هذا هو عبارة عن شخص عادي مقارنة بمرضه من النوع الأول، ولذلك بأن التركيزات في الدم مهمة جدا، والطفل الذي لديه تركيز عالي هو الذي قد يلتقط الوباء. جميل. دكتور جوران، أولا شكرا لك على هذه قبول هذه الدعوة لنا في تلفزيون قطر، ولكن دكتور نريد أن نتكلم عن الفوائد التي جنيتموها من هذه الجائحة. مثلا يعني في كثير من التخصصات، مثلا للصم والبكم، بعد جلوس العائلة في منزل واحد التواصل أصبح عن طريق شاشات للعالم، أصبح هناك تطور كثير في طريقة التواصل بين أفراد الأسرة وأصدقاء وعائلة من يعاني مثل أمراض، سواء كان أمراض صم أو بكم أو ثقافة مثلا من يعاني من أمراض سكر كما ذكرت. تعرفون بأن هذا وضع جديد في الواقع لنا كلنا، وتعرفون بأن كل العيادات التي كانت تنتظر وتستقبل المرضى الآن صارت تستقبلهم على الإنترنت أو من خلال التواصل الإلكتروني. ونحن في السدرة مستعدون وانتقلنا فعليا إلى ما يسمى الرعاية اليومية من خلال التواصل الاجتماعي والإنترنت. ولذلك العيش والتعايش مع الوضع الجديد مع كوفيد 19 يعني أنه هناك معلومات جديدة سيستفيدها ويجب أن يحصل عليها المرضى. لذلك نحاول أن نستخدم الإنترنت بهذا النوع على شكل مساعدات. ويمكن القول أيضا بأن هناك مزايا وفوائد أخرى للأطفال، مثلا الآن هم يعرفون
آخر ما هو موجود بخصوص الوباء مقارنة وارتباطا بالسكري، وأيضا يستطيعون أن يحصلوا على كل المساعدات. هذا النمط التايب 1 من السكري هو شيء عادي وطبيعي، هناك فيروس حولنا نعم، ولكن يجب أن نتابع العيش بالطريقة التقليدية العادية، والمصابون أو الذين لديهم سكري لا يختلفون عن غيرهم، يجب أن يتابعوا العيش بالطريقة نفسها، ولكن طبعا أن يكون هناك قيود، منها أن تأكد من الدم ومستويات السكر. نعم دكتور، كيف سيخرج أولياء الأمور بالفوائد من هذه الجلسات؟ أولياء الأمور الذين لديهم أطفال يعانون من مرض السكري، يمكن القول مثلا في السابق كانوا يأتوا هنا إلى هنا إلى العيادة، ويكون هناك مواعيد مسبقة في النظام التقليدي العادي، هو أو ابنه المريض معه أيضا، ولكن بسبب الأوقات القصيرة والصغيرة الآن وتم إلغاء الحضور الشخصي كما تعرفون، لم ولا يستطيعون الآن القدوم إلى العيادات، لذلك من خلال الإنترنت يمكن أن نقدم لهم نفس الأشياء تقريبا، خاصة للأطفال. الأطفال في الواقع هم الذين يستفيدون أكثر، وهم يجب أن يتابعوا هذه الطريقة وأن يغيروا أيضا من طريقة تلقيهم للأشياء وتعاملهم مع الأشياء، وأن يتأكدوا دائما من أن الجلوكوز ومستوى السكر بالدم موجود بشكل صحيح وهو موجود في الطبيعة، وأن يقوم به من خلال الإنترنت. نعم الدكتور أو البروفيسور جوران بيتروفسكي، شكرا على هذا الحضور، وكذلك شكرا على ما قدمتموه مع هذه الجائحة. مشاهدين الكرام، وصلنا أيضا معكم لختام حلقتنا لهذا المساء، نلتقي بإذن الله الأسبوع القادم، ابقوا معنا إن شاء الله في الموعد يوم الاثنين بإذن الله، وإلى اللقاء.